حياكم الله مشاهدي ومستمعي المدى، أنا حامد السيد أحييكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ناس وحكومة. بداية الكلام مشاهدينا ومستمعينا، نشر السيد النائب محمود الحسن مقطع فيديو على موقع شخصي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك. وفي مقطع الفيديو مشاهدينا ومستمعينا، حقيقة تحصل باستمرار في هذا الموقع للسيد النائب طرائف وغير مألوفة في المشهد العراقي. واحدة من الطرائف أحد الضباط يعني رفيعي المستوى في وزارة الدفاع يبدو يتوسط لدى النائب السيد محمود الحسن بأن يشمل ولده، طبعا ابن الضابط، وأيضا نجلة يدرس بكلية الضباط أعتقد، ويطلب من السيد النائب شموله بالعفو. ومريد نطيل عليكم مشاهدين ومستمعين، طبعا أسباب شموله بالعفو بشكل بسيط أنه سيد الضابط العميد يقول للسيد النائب محمود الحسن أنه ابنه ما دخل لا مفخخات ولا أسقط محافظات، مجرد صار كذا أشهر أو سنة يغش بالامتحانات. فسيد لواء حامد طبعا أعتقد عميد الكلية أو رئيس كلية العسكرية العراقية أمر بفصله، فيطلب من السيد النائب أن يتوسط لنجدة طبعا وأن يخاطب المستشارية القانونية في وزارة الدفاع ويعود ابنه يدرس في كلية الضباط. خلينا نشاهد هذا الفيديو مشاهدينا ومستمعين، وأنا أوصف حقيقة من سخرية القدر بأن مثل هذه الجنايات أو الجرائم، جرائم الغش في كلية عسكرية تشمل بالعفو ويتفاعل معها نائب رفيع مع الأسف الشديد. خلينا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا ومستمعين ونرجع نعلق عليه. سيدي يعني شغلت بسيط. أنا ابني بالكلية العسكرية دورة 105 يا أهل خرجت الدورة وقتل تصل بسبب الغش. هو مو إرهابي ولا سقط محافظات ولا غش. سنة ونص بالكلية بعد 6 شهور تخرج وفصل حامد لواء حامد أبو الكلية العسكرية. أنا أريد أن يشمل بالعفو هذا الجديد. وكحالة مماثلة واحد غش ورجعوه وجبت الكيام وجبت الكيام حالة مماثلة هم باش ونفسي هم دوار جبت الكيام هم سنة ونص بالكلية العسكرية وغش وهاي شهادة يعني هذا أطيب الفايد وهذا خريج علمي 66 علمي اللي فايد وين نعم استاذ خلي هذا حتى نحاول المستشار وإن شاء الله مستشار قانون وقت ثاني سيدي يعني شغلت بسيط أنا ابني بالكلية العسكرية دورة 105 خرجت الدورة وقتل تصل بسبب الغش. هو مو إرهابي ولا سقط محافظات ولا غش. سنة ونص بالكلية بعد 6 شهور تخرج وفصل حامد لواء حامد أبو الكلية العسكرية. أنا أريد أن يشمل بالعفو هذا الجديد. وكحالة مماثلة واحد غش ورجعوه وجبت الكيام وجبت الكيام حالة مماثلة هم باش ونفسي هم دوار جبت الكيام هم سنة ونص بالكلية العسكرية وغش وهاي شهادة يعني هذا أطيب الفايد وهذا خريج علمي 66 علمي اللي فايد وين نعم استاذ خلي هذا حتى نحاول المستشار وان شاء الله مستشار قانوني انا كاتب للمستشار على مود ما نشخص الامور مشاهدينا ومستمعينا، خل اعبر عن رايي الشخصي فيما يعني ما شاهدته قبل قليل، وهي فعلا طرائف ومؤذي هذا المشهد ان اشاهده ضابط رفيع المستوى في وزاره الدفاع برتبه عميد يتوسط لدى نائب عراقي حتى يعيد ابن الغشاش في كليه الضباط العراقيه بعد سنه او عام او اقل من عام حتى لو شهر يعيده الى الخدمه العسكريه أو إلى خدمة الصف من الضباط. يعني ما يحتاج لها معادلة رياضية وفيزيائية مشاهدينا ومستمعينا. إذا ابنك غشاش يا سيادة العميد يعني تريدني أثق بي من أوقفه بسيطرة ما يفوت لي مفخخات؟ تقول لا فوت مفخخات ولا أسقط محافظات. لا هو إذا كان غشاش في الكلية العسكرية معناه هذا مصيرنا في خطر. مثل هذا النموذج اللي إذا انت تعترف تقول ابني غشاش غش ابني بالنهاية وأطالب بشموله وكحالات مماثلة شملت بالعفو وتتوسط لدى نائب ومشكلة. يعني بدل ما أهذب ابني وأقول له ابني انت ضابط عيب عليك تغش، باشر عقبة تكون في صف متقدم من الجيش العراقي وهذا جيش تابع للدولة وعليك واجبات أن تحمي هذه الدولة من الأعداء وفي حال الحرب لا ينبغي طبعا إلا أن تكون ضابط مهني وقائد عسكري
وتنطبق عليك كل مواصفات الانضباط العسكرية. تجي تشجع ابنك على الغش، يعني تقول له إيه بابا غش وسهلة، روح للنائب يتوسط لك والنائب راح يشملك بالعفو فعلا يعني. والسيد النائب محمود الحسن، أنت فاتح مكتبك وتروجينا دائما من خلال موقعك الشخصي في الفيسبوك مثل هذه الحالات المماثلة. وعد ضابط آخر هم غشاش ونشمل بالعفو، وريدك طبعا شغلته بسيطة. لا، هي مو شغلة بسيطة يا سيادة العميد، وانت يا سيادة النائب المفروض تناقشه، تقول له ابنك غشاش، هذا المفروض ما ينشمل بالعفو، هذا اللي ينبغي أن تهذبه تربيه على الأقل، تقول له أنت ما تصلح أن تكون ضابط وما تصلح أن تكون عسكري لأن أنت غشاش. وشكرا جزيلا للواء حامد طبعا اللي فصل ابنك، وثمن سيد اللواء حامد ما أعرف شنو وظيفته بالكلية العسكرية وهذه المؤسسة المسؤولة عن تأهيل الضباط. طالب يغش وطالب في مؤسسة عسكرية، معنى ذلك أنه هذا الطالب في المستقبل سيكون مساوي للإرهابيين اللي يهددون أمننا الشخصي وأمن العراقيين وأمن مؤسسات العراق. ما يصير يعني مثل هذا المقطع فضيحة من ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والكل تتداوله والعالم تتفرج على ضابط برتبة رفيعة في الجيش العراقي. أعتقد هذه إهانة للمؤسسة العسكرية. وزارة الدفاع أيضا مسؤولة على متابعة مثل هذه الأمور مثل هذه القضايا. ضابط عسكري وهذا الضابط يتوجه إلى مكتب نائب وابني غشاش وإذا ينشمل بالعفو وابني لا ما دخل مفخخات يا جماعة ولا أسقط محافظات. أي أدش منتظر؟ أنتظر يدخل المفخخة على مود ينشمل بالعفو مثلا؟ تنتظر في المستقبل يسقط المحافظات؟ ما هو الغشاش ممكن أن يكون إرهابي في المستقبل أو يكون متواطن مع الجرائم والعمليات الإرهابية. وثانيا شنو هذا التهافت المنقطع النظير على مكتب السيد النائب محمود الحسن؟ ياهو اللي عنده قضية جنائية أو جزائية يريد يشمل بالعفو يروح للسيد النائب. والسيد هذا العميد أنا أعرفه حقيقة بالنهاية، أنا ما أعرفه معرفة شخصية، لكن ما نعرفه من أعراف وتقاليد عسكرية كان ينبغي أن يتوجه للمستشار القانوني في وزارة الدفاع. هذا مكتب المستشار القانوني في الوزارة هو معني بالضوابط الأخلاقية اللي تحصل في الكلية العسكرية أو في مؤسسات أخرى تابعة إلى وزارة الدفاع. ما كان ينبغي أن يتجاوز وزارة الدفاع ويتوجه مباشرة إلى مكتب نائب. ولو يعرف طبعا أو إذا كان حقيقة ما عنده علم ودراية بأنه مكتب السيد النائب يمشي هاي القضايا ويقدر يسهلها، ما كان توجه له قبل حتى تصويره. ضابط عسكري مثلا يشعر بالعار على فعل ابنه ويشعر بالعار على يعني على زي الدولة الأمني، ملابس عسكرية تمثل العراق ومؤسسة الدفاع العراقية، ويقبل تصويره بهذا الشكل من مكتب النائب. معناها القضية يا جماعة يعني مليوصة. نائب ممثل عن الشعب العراقي يمتلك المقدرة على إطلاق سراح غشاشين ومدانين بالجريمة، يعني ما أعرف بالنهاية ما أعرف. يحتاج لنا معالجة ويحتاج لنا مراجعة على الأقل لسلوك الدولة وتصرفات الدولة وهوية الدولة العراقية. ما أريد نطيل عليكم مشاهدينا ومستمعينا، خلوا نروح ننتقل إلى محافظة ميسان. في محافظة ميسان عندنا مجموعة من خريجي الكليات والمعاهد منذ عام 2003-2004، هذول الخريجين يطالبون بفرصة عمل في المؤسسات الحكومية العراقية. وتدرون جنابكم محافظة ميسان بها حقول نفطية وبها شركات أجنبية استثمارية. على الأقل مثل هؤلاء الشريحة، شريحة الخريجين، لا ينبغي أن نتعامل معهم بإجحاف. لازم يجيب له تزكية حزبية ولازم يكون منتمي إلى جهة سياسية. وأعتقد يوم أمس ناقشنا في موضوع ملف ناس وحكومة ملف التعيينات في ظل المحاصصة التي تبتلع التعيينات في كل موازنة من موازنات العراق المالية. التظاهرات مستمرة في محافظة ميسان، وهذا عينة من المتظاهرين الخريجين اللي كان لهم رأي مشاهدين ومستمعين اتجاه الحيف الذي يصيبهم باستمرار كل عام. كل عام هناك إخفاق حقيقة، هناك وهن، هناك ضعف يرافق هذه الشريحة من الخريجين بسبب استقلالهم. ما عندهم كيان سياسي، ما حد يسندهم بالنهاية، فهم لا زالوا عاطلين عن العمل وشهاداتهم معطلة معلقة في جدران منازلهم. خلنا نذهب إلى محافظة ميسان وهم لهم علينا حق على الأقل، ونعرض جانب من تظاهرتهم وآراهم، وبعدها نفتح ملف ناس وحكومة.
احنا اليوم طلعنا مظاهرة على مود نطالب بحقنا، لان مظلومين والله العظيم مظلومين. احنا مجموعة من الخريجين، خريجين معاهد وخريجين اعدادية، شركة نفط ميسان فتحت تعيينات، طريقة سينوك طلبت 44 درجة، وقدمنا عن طريق شركة نفط ميسان ب 2014 بشهر الثامن، وقدمنا بالآلاف وانقبلنا 44 بعد الاختبارات والمقابلات، والحد الآن ما مباشرين، مع العلم انه احنا عندنا امر اداري باقي بس بداية. من البداية اصلا تعيينات الواسطات وعلاقات، ما نريد هذا الشيء، احنا نريد الناس الكل تتعين، كل الشباب تتعين، ما نريد طائفيه، ما نريد محسوبيه، ما نريد الفساد، نريد كل الناس هاي تتعين. ليش ضالين صار له سنتين ثلاث ارباع الشباب هاي خريجين 2003 و4 و5 خريجين، ثلاث ارباعهم ما حد متعين، ليش انا من ضمنهم؟ كله كليات ومعاهد مخلصين ومتزوجين والقسم يريد يتزوج، ليش هالوضعيه هاي؟ يا حضره المسؤول اذا تسمحني اطلع وجاوبني، اريد منك جواب، لا تظلي نايم، انا اريد منك جواب من تنظيمك احنا والشباب. نحن خريجين محافظه ميسان من 2003 لحد هذا اليوم اللي هي صارت فيه ان شاء الله راح تخلص 2017، خريجين قاعدين ببيوتنا، لا من واحد تعيين الا موجود. الشيء الثاني شركات النفطيه اللي بالعراق، مجرد 80% لازم الشركات النفطيه العامله في 80% من العماله العراقيه داخل المحافظات. الان المحسوبيه والواسطات قتلت هذه 80%، والعمال الاجنبيه الان الخريجين والمهندسين والمعاهد التقنيه الان كلهم جالسين في البيوت. هذه معاناة شديدة للعاطلين عن العمل، وهم يمتلكون خبرات وشهادات جامعية تؤهلهم للتعيين أو التوظيف الحكومي. هسه احنا هم نريد نحشد على ثقافة التوظيف الحكومي، لأن واحدة من كوارث الأزمات المالية اللي أصابت العراق هو هاي ثقافة التعيين. يتخرج من الجامعة لو من المعهد ما يخلي أمامه مستقبل غير أنه لازم أتعين في دوائر الدولة، وأغلب المتعينين حقيقة والموظفين في دوائر الدولة هم يعني يشكلون شريحة من العاطلين أو البطالة المقنعة. ميز أبو يستحق موظف واحد أصبح به 4 موظفين 5 موظفين، وهذه مو عدالة في الدولة. علينا أن نخطط للمستقبل، وهذه سبب لنا كوارث مالية وأزمة. 3/4 الموازنات صارت 3 سنوات 2 سنين بفعل الأزمة المالية، جاي تقر تشغيلية طبعا، تعطى رواتب للموظفين وماكو لا مشاريع ولا خدمات أساسية ولا استثمارات. على الأقل ينبغي أن نعزز مفهوم أن القطاع الخاص ممكن أن يشكل بديل ناجح ومنافس للقطاع الحكومي. هذا كان بداية الكلام مشاهدينا ومستمعينا. أما ملف ناس وحكومة لهذا اليوم فهو متعلق بمصير الصناعة العراقية. أكثر من حلقة ناقشنا مصير الصناعة العراقية مشاهدينا ومستمعينا مع وزارة الصناعة، مع السيد محمد الشاع السوداني قبل فترة، قبل أكثر من شهر حوالي كان هنا في الاستوديو، وهو وزير الصناعة وكالة الآن يديرها، وتحدثنا بمرارة سوية أن هناك حقيقة أطراف لا تريد عودة الصنع في العراق لا في المستقبل ولا الآن، والأسباب كانت جدا واضحة، لأن الصناعة العراقية تنافس المستورد، والمستوردون أو المستوردين والتجار 3/4 يمتلكون مال سياسي، وهذا المال إذا تضرر بفعل عودة الصناعة العراقية راح تتضرر مصالح سياسية كبرى. ما نريد نتحدث بالسياسة ونخوض في ملف الصناعة حتى ما نحرج وزارة الصناعة أكثر، نتحدث بالجوانب الفنية والجوانب الإدارية. وزارة الصناعة مهيئة بأن تكون وزارة سيادية مشاهدينا ومستمعينا، وهل عجزت الدولة عن إنعاش قطاع الصناعة المحلية؟ وهذا قطاع واسع، عندنا صناعة الزيوت النباتية، وعندنا صناعة الجلود، وعندنا صناعة السيارات، صناعات الكهربائية الإلكترونية، وتحتاج فقط إرادة جادة من قبل الدولة، مؤسسات الدولة، وتحديدا من البرلمان العراقي، من الحكومة العراقية. والمصانع موجودة لكنها معطلة متوقفة، ذاك الإتراب حقيقة غامرها من كل جوانبها، وبس تحتاج على الأقل رعاية مالية، وبعد هذه الرعاية المالية ننتظر منها إنتاج، وهذا المنتج ينافس المستورد. للحديث بالتفصيل حول هذا الملف معي في الاستوديو الأستاذ المهندس محمد علي، مدير عام التخطيط في وزارة الصناعة. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. اسمح لي أن أنوه إلى أرقام هواتف البرنامج للسادة والسيدات المستمعين اللي يسمعوني عبر إذاعة المدى، والسادة والسيدات المشاهدين.
اللي يسمعني عبر إذاعة المدى بالتردد 92.8 FM في أربيل وبغداد ودهوك و 104.5 في السليمانية. هواتفنا متاحة لاتصالاتكم ومشاركتكم وهي 077-30-60-60-60 و 078-0-37-4-35. نبدأ الحديث مع الأستاذ محمد علي. أستاذ محمد، بوصفك يعني مدير التخطيط في الوزارة، وأود أن أسألك عن الجانب الفني المرتبط بعودة الصناعة أو إنعاش المصانع العراقية. توجد إرادة حقيقية داخل المؤسسات الأخرى غير وزارة الصناعة بإنعاش هذا القطاع وعودة الحياة إليه؟ شكرا جزيلا، وتحية لك أستاذ حامد، وتحية للمشاهدي القناة. حقيقة احنا بحاجة كبيرة إلى أن تظهر الصناعة في الإعلام بشكل كبير، لأن هذا الموضوع يجب أن يوضح بشكل حقيقي وجاد. الصناعة العراقية حاليا ليست بخير. السبب هو الوضع الاقتصادي الحالي للبلد. معظم الصناعات اللي موجودة في قطاع وزارة الصناعة، الجهة المستفيدة من عندها هي الجهة الحكومية اللي هي وزارات الدولة، ومنها وزارة الكهرباء ووزارات الدولة الأخرى. وزارة الصناعة عمدت منذ 2007 إلى إقامة مشاريع استثمارية تمولها الدولة لإعادة تأهيل مصانع شركات الوزارة، إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية لغرض إعادة المنتج العراقي إلى الأسواق المحلية وإلى الأسواق أسواق القطاع العام. صرفت مبالغ كبيرة، لكن حقيقة بدون دعم الدولة للقطاع العام، للقطاع الصناعي العراقي، تكون العملية ضعيفة. منتجات مثلا منتجات قطاع الصناعات الكهربائية إذا لم تشترى من قبل وزارات الدولة فراح يكون الإنتاج مكدس، وبالتالي تتوقف المصانع. وعلى سبيل المثال عندنا شركات عديدة متوقفة جاهزة للعمل، رابحة لو تعمل، لكنهم من معطلها؟ يعني شراء المنتج المحلي بس من قبل الجهات الحكومية غير مدعوم، ولو الموازنة الاتحادية اللي 2015-16 نطت في الدعم بهذا الجانب، لكن تبقى هناك تمايز في هذا الجانب. عزوف معظم الوزارات الدولة أن تروح إلى المستورد أكثر ما بحجة الأسعار، بحجة النوعية، في حين نوعية الصناعة. هذا سؤال عميق يحتاج إلى إجابة عميقة. نعم. لكن بعد أن نأخذ اتصال من أبو أحمد بميسان، أعتقد باقي ويانا نسمع أبو أحمد. حياك الله عين. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك لضيفك الكريم. الله يرعاك ويسلمك. طبعا أنا من ميسان، وميسان بها مصانع يمكن الأستاذ يعرف بها، مصنع السكر ومصنع الورق ومصنع البلاستيك ومصنع الزيوت. نعم. ومصانع البيبسي والمشروبات كلها هسه متوقفة، صارها من سنين يعني. أنا أسأل سؤال، يعني سؤال أرجو من الضيف أن يجاوبني بتجرد يعني. نعم. يعني الوزارة هل هي عاجز عن تجريل مصنع على مدى ورا السقوط، يعني من 2003 إلى 2016؟ نعم. عن تجريل مصنع من 5 مصانع موجودة في محافظة ميسان، يعني هل هو عاجز تخطيط، عاجز إمكانيات، هل هو عاجز يعني مثلا المصانع أصبحت في حالة اندثار يعني وماكو تجديد لها مثلا؟ زين. يعني مدينة مثل العمارة نفوسها بالمليون ومئتين ألف نسمة، وبيها 5 مصانع ما يشتغل ولا مصنع. زين، هذا السبب منين؟ يعني السبب من الناس والسبب من الوزارة وما يدور بالوزارة. أنت تعرف السبب يعني أبو أحمد؟ أنا مو السبب واضح، السبب واضح، إحنا نعرف السبب. السبب الفساد. السبب الفساد. إيه. لا، أسألك سؤال، معمل سكر هسه أنشئ أخيرا من قبل مستثمر يمكن في محافظة بابل. نعم في الحلة. أتصور. نعم في الحلة، نعم صحيح. مو يعني هذا المستثمر اللي هو إمكانيته ما تجي 1%
من ميزانيه الدوله. نعم. هل عاجز الدوله ان تبني مصنع وتنتج؟ ليش؟ زين. ليش؟ زين. ليش احنا نحط الشماعه الاستاذ سمعته بسبب الوزارات ما تشتري من عندنا والمنتج المحلي يعني هسه هاي ايران وهاي الاردن اللي هي بلدان تعتبر الاردن بلد بالنسبه لامكانيات العراق لا شيء. زين. ينتج ويصدر، ينتج ويصدر لنا. ينتج ويصدر لنا. احنا ليش؟ يعني احنا مليناه ترى من الشماعه مال المنتج والفرض الضرائب على المستورد ومسائل يعني مسائل اصبحت يعني نعتبرها احنا يتعاملون ويانا بسذاجه يعني احنا شعب سالج. طيب صراحه ابو احمد انت اسئلتك كثيره حقيقه بس اعطينا مجال خلينا يجاوب عليها. ها وموظف يعني صناعه اظن موظف يعني يعرف تفاصيل. ابو احمد صدق انت موظف بالصناعه؟ انا عفوا انا رجل مهندس. مهندس. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اوكي ابو احمد انا جاي اقول لك حكايه واقول لك ملاحظه استاذ. تفضل عزيزي بخدمتك. لا يمكن لي المنتج المحلي والوزارات ما تشتري من عندنا، هذا مساله صارت مساله يعني قديمه كلش. اصدر المنتج ما يمشي من داخل العراق اصدر ليش؟ ليش احنا الصناعات الخفيفه احنا مو كنا نتعارك على صوب العشتار وطباخ العشتار والتلفزيون القيثاره وين؟ زين زين زين. اوكي ابو احمد ابو احمد مستوى الثلاجه من ايران؟ ليش؟ مستوى الثلاجه من تركيا؟ ليش؟ يعني انت جاي تطرح اسئله دقيقه على الاقل بس نحتاج الى وقت للاجابه عليها بس انا جاي اطرح سؤال واحد جيد خلي الاستاذ يجاوبك بصراحه لا لا هو انت طرحت ملف برنامج ناس الحكومه كل هاي الاسئله المعده انا اشكرك ابو احمد لان ابو نزهت بانتظارنا حقيقه كثير استاذ انا عندي هواي ملاحظات يلا براحتك اسمعني من التلفزيون او الراديو الله يخليك انا اشكرك شكرا لتفاعلك وتواصلك ابو نسات من بغداد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم رب يحفظ العراق والعراقيين وبدر السلام على الجميع عليكم السلام ورحمه الله الله يبارك فيكم ان شاء الله على الضوء ما تحدثت في نعم. البدايه اكو موضوع اضرب من ذلك واو والله يا استاذ حامد لفيف حاملين شهاده بكالوريوس قانون زين وسووا مقابله بالكليه العسكريه الرابعه ونجحوا بالمقابله وجيد جدا كذا الى اخره من اللي مشت القوائم مشت بصوره صحيحه يجي مقدم من التيار الفلاني قال انتم عندكم احوال مدنيه صلاح الدين والانبار ودياله يابا ادري أنا أمي من الجنوب أبويا من الكذا من الطائفة الفلان ما لنا علاقة إحنا نريد اللي مش شمال ماكو فرق بين هذا زين وما قطع يوم على هذا الحديث معالي المسؤول وهذا الرقم التليفون مالتي زين والله العظيم هاي الكلية العسكرية الرابعة بالناصرية راح مصاريف وطلع روح وكذا وقبلوا اللياقة البدنية الشهادة جيد وكذا إلى آخره زين يجيك واحد عنده بلاتين برجله ومع كل الاعتزاز به الله شافيه إن شاء الله يقبلونه وكذا هذا رياضي والله بطل مو بطل الحال مثلا الشوفه رياضي وجيد ومحترم يعني ابو نزهت ما انا ما فهمت وجهه نظرك يعني انت مؤيد للضابط اللي يطالب بعفو عن ابن الغشاش شلون سام؟ يعني لا والله اقول مع كل الاسف المثال يسلك الطريق الصحيح على راسنا ويسلك الطريق الاعوج لا ورب الكعبه انحدنا بالصوره اللي يرضى الله ويرضي المجتمع زين الله يسلمك الله يسلمك الله هذا الموضوع مهم جدا جدا واضح. جدا والله العظيم واضح يا ابو نزهت واضح يا ابو نزهت انا اشكرك شكرا جزيلا رحت شكرا جزيلا احنا بغض النظر للاسئله العميقه اللي طرحها ابو احمد حقيقه اسئله جدليه لكن احنا اود ان اسالك استاذ محمد عن واقع مصانع الوزاره هذه المصانع مهيئه للتصنيع فيها على الأقل بنى تحتية جاهزة بأن تغذي السوق العراقية بالمنتج أم إلى الآن لا يوجد بذل للمساعي لتطويرها ولتفعيل هذا الجانب حضرتك ما خلتني أكمل لأنه جتك اتصالات صحيح فيها صحيح أنا تكلمت عن شق من الصناعة العراقية اللي
يكون المستفيد من عندها هو الجانب الحكومي. لكن عندنا صناعات كثيرة المستفيد منها المواطن. السوق. والأستاذ المهندس اللي اتصل يعني يتكلم عن موضوع كلش مهم وجاد وأنا أضم صوتي إلى صوته، هو شخص العملية. الدولة من 2008 2009 قدمت الشركات مشاريع وتم إدراجها ضمن خطط التنمية ومولت من وزارة المالية قبل أن تصير الأزمة الاقتصادية 2014، لكن المشاريع تلكت عد التنفيذ عد الشركات نفسها، حاولت الوزارة وياها، قد تكون الوزارة في بعض الأحيان يعني تحدد الجهات الشركات في أسلوب التعامل مع العقود ومع الشركات اللي أفلست يعني؟ الشركات لا، شركات وزارة الصناعة اللي هو يتكلم عن شركة ميسان، شركة معمل السكر في ميسان متوقف، معمل السكر في ميسان حاليا في مرحلة تأهيل، يعني احنا العام الماضي 2015 فعلنا العقود مالته بعد أن توقفت العقود فترة يعني عند عقد مع أحد الشركات الإيرانية في تجهيز معدات لتشغيله. نعم شركة صناعة السكر المستفيد من عندها المواطن، وممكن أن تنمى هذه النوع من الصناعة، الزيوت النباتية، الصناعات الغذائية بعمومها، لكن الحقيقة توجه التنفيذي كان مصحيح، وأنا في اعتقادي خطط الوزارة كانت موفقة في هذا الجانب في خطط التنمية الفترة الماضية، مولت بمبالغ كبيرة، تم الاعتماد على الدولة في موضوع التمويل، فكانت عمليات التنفيذ كانت غير موفقة لعدد عدة أسباب، قد تكون من أداء قيادات الشركات والمعامل ما كانت كفوءة، التقييد اللي موجود قد يكون في موضوع التعامل مع العقود ومع أو الفساد اللي يعني هذا يعني ما نقدر نبتعد عنه. زين المحاصصة أكيد مدخل. إضافة إلى المحاصصة وتدخلات. هو المدخل لكل هذا اللي تحدث المحاصصة. كل هاي العوامل صحيحة، لكن الحل الواقعي والصحيح حتى الصناعة تكون لها دور كبير في اقتصاد البلد هو التحول نحو القطاع الخاص، إدخال القطاع الخاص لأن يستثمر معامل العراقية. هو هذا الحل الناجح، واللي بالتالي لما يكون القطاع الخاص سواء كان عراقي أو عربي أو أجنبي يتبنى موضوع المعامل والمصانع العراقية، بالتالي راح يكون هو حر في موضوع التصرف، ما يتقيد بالبيروقراطية اللي موجودة عند الحكومة في موضوع التعامل مع يعني حرامات والله. لا ما حرام، بالعكس. لا أقصد حرامات يعني في عام 2008 2009 2010 كان أمام وزارة الصناعة فرصة أو أمام الحكومة فرصة بأن تجعل من وزارة الصناعة وزارة موازية لوزارة النفط، وزارة تعتمد عليها في موازناتها المالية، وزارة إنتاجية بالنهاية تمتلك رصيد كبير من المصانع. ما كان توجه للقطاع الخاص واضح، كان ضعيف جدا، وشركات غير مؤهلة أن تروح للقطاع الخاص، وعزوف القطاع الخاص العراقي عن استثمار ولحد الآن والسبب واحدة من أسباب القوانين، واحدة من أسباب الضمانات. بيئة العمل الحرة غير آمنة. أكو قوانين وأكو إجراءات القطاع الخاص دي يعاني من عدها من قبل البلد. وسعي المبادرة الأخيرة مع القروض الصناعية للصناعيين القدوم عليها كلش قليل، مصارف لحد الآن الفلوس عدها مدت تطي قروض، هواية يعني أسباب من عدها الضمانات، من عدها المشاريع، من عدها الوضع العام، من عدها كثير من الأمور. أيوة تخصيص الأراضي غير الأراضي كثير من الأمور. من عندها واحدة من عندها اللامركزية لموضوع الحكومات المحلية وتدخلها في هذا الجانب، عملت وزارة الصناعة على إقامة مناطق صناعية، عندنا مدينة صناعية في الناصرية، مدينة صناعية في البصرة، صرفت عليها مبالغ لتهيئتها، وممكن أنه القطاع الخاص يجي يستثمر بها، وهسه القطاع الخاص يستثمر حقيقة من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة. هناك تسهيلات كثيرة، وده نبذل مع التنمية الصناعية ومع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ده نبذل مساعي كبيرة لتسهيل مهمة تسجيل المصانع، مهمة منح الإجازات إلى آخره في هذا الجانب. ناخذ مداخلة من أبو نور من البصرة. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى قناة المدى وإلى كل العاملين فيها. الله يسلمك. إلى حضرتك الأستاذ وإلى ضيفك الكريم. الله يحفظك ويعافيك. في الحقيقة شكرا جزيلا على هذا الموضوع المهم جدا. نعم. لأنه هذا أولا يمتص البطالة ويشغل المعامل ويصبح البلد منتج وبلد متقدم أساس
لأنه أساس تقدم الشعوب هي الصناعة. لكن أنا أبدأ أسأل زميلك هذا، صديقك أو ضيفك الكريم، نعم، هذا أقول له هي هو المحتد من إجي منك عنده أهداف، واحدة من أهدافه تفليش الصناعة، تهديم الصناعة. الحمد لله يعني نجح نجاح باهر المحتل الأمريكي، والآن السفارة الأمريكية تشرف على هذا، تشرف على تهديم الصناعة بالبلد. إيش ما أدري، مستحيل أستاذ، مستحيل راح تنبني الصناعة وإيدي المحتل بالعراق، أنا أكد لك، وإذا انبنت على جثث العراقيين. أبو نور مستحيل تنبني الصناعة. لا 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 أقول لك فرشي، لا خلينا نسولف شوي. اشتريت ملح طلع صناعة سعودية، إحنا حتى الملح نستورده، ما عندنا صناعة حتى الملح. أقول للأستاذ هذا اللي قاعد بصفت، قل له أرجوك أستاذ، العراق شو صنع؟ يصنع عبرة مثلا، هو هم يعانى في الصناعة، يصنع الناس وصلت إلى المريخ، وإحنا جداح ما نعرف نسوي. ليش؟ لأنه يعني يد المحتل ومستحيل تنبني صناعة. فأنت إحنا من الشعب العراقي، أنا أدعو الشعب العراقي أن يقرأ صورة الفاتحة، رحم الله والدي، يقرأ صورة الفاتحة على الصناعة والزراعة وعلى التجارة وعلى التربية. الأخيرة بالتربية، الأستاذ الفاضل محمد إقبال أتحفنا بتفليش التربية، وأتحفنا تحف التفليش كل شيء يعني ما موجود بالتربية. وشكرا لكم. شكرا لك أبو نور. حسين من النجف، حسين انقطع الاتصال بي من النجف، انقطع الاتصال. ابو نور منفعل، ما اعرف بس شلون اخترق الجانب الامريكي وقدر يتلقى هاي المعلومات من السفاره. اذا الجانب الامريكي يريد يدمر، طيب ليش احنا سمحنا له؟ احنا العراقيين هو هذا السؤال، هو دمر ما اعطانا مجال، استخدم يعني ايدينا واستخدم عقولنا وافكارنا، دمر بها صناعتنا. لا، هي هذه واحده من الكوارث حقيقه، بان يعني نرمي الكره في ملاعب الاخرين والاخر ونتهمه ونؤمن بالنظريه المؤامره، وترى الفاسد امامنا ومشخص. أكيد. ولا نستطيع ان نؤشر اصابعنا، لان نخشى من كل تعاني من هذا الجانب، لو يطلع مقدس بالنهايه ونخاف منه، لو يطلع عنده جماعه متنفذه وهم نقلق منه وننسحب. ولهذا لما نلجا الى القطاع الخاص ونقول له تعال استثمر، هاي واحده من المفاصل اللي ممكن تخف بها موضوع الفساد، تخف. والمستثمر لما يجيب فلوسه راح يكون حريص على المال مالته، مو مثل القطاع العام، ترى مو حريص على فلوس الدوله. القطاع العام يريد ياخذ، يريد الراتب، يريد فوق الراتب. ومن تجي على موضوع الانتاج، ينتج مو ما ينتج، بس مراعاته للجانب هذا مو مثل بالقطاع الخاص. القطاع العام صناعة محملة بأعداد كبيرة من المنتسبين، مؤثرة جدا على كلف الانتاج، وبالتالي بالتسويق ضعيفة، لأن السوق المحلي غرقان بالبضاعة الأجنبية، فالكلف الصناعة العراقية عالية، فالمواطن يروح يشتري الرخيص. إضافة إلى عدم تطبيق أو آليات تنفيذ قانون حماية المنتج، لا تزال ضعيفة جدا ولا أكو سيطرة عليها، بحيث المنتج مدى يدخل بدون أي حماية. يا أستاذ، هي واضحة ترى، ولا حماية المستهلك، الأداة التنفيذية لتطبيق هذا القانون وحماية المنتج، هذا يتعمد في 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 رفع الحماية عن المنتج، لأن حماية المنتج يجعل الحدود مغلقة أمام شركات اللي تستورد السلع الرديئة، ويجعل الحدود مغلقة أمام الشركات اللي تستخدم العراق عبارة عن مصنع لمخلفات، ويرفض المنتج المخالف للمواصفة إذا يعني إذا تستخدم عمليات فحص المادة الداخلية للبلد ورفضت ومنعت من الدخول، ذيك ساعة راح يكون حماية المستهلك، وبالتالي المنتج العراقي اللي ينتج بمواصفة عالية بس كلفتها أعلى، لأنه موضوع تحميله بالكلف بالأعداد الكبيرة، يعني الصناعة بها قد يزيد عن 34,000 منتسب زيادة، فائض عن الحاجة في الصناعة. نعم، دخلوا رجعوا إلى الصناعة من باب قناة المصولين السياسيين، فحملت بأعداد كبيرة الدولة بعد مات، أو الحكومة بعد يعني مضطرة أن تعطيها راتب. فعلا مفصولين هم؟ لا يعني النسب المفصولين كلش قليلة، بس الدولة ما قدرت أن تمنعهم أو ترفض تعيينهم، فدخلوا على التعيين جديد، ودخلوا أو حسبت الفترة غير قانونية، ودخلوا ورجعوا إلى الوظيفة. قسم من عندهم قد يكونون حتى أصلا ما موظفين، لكن هاي التدخلات اللي يصير خلتهم يصير موظفين. فهذا
عبء كبير على الصناعة العراقية. هسه المستثمرين احنا يعني اعلنت مصانع او المعامل العراقية وخطوط الانتاجية العراقية للاستثمار من خلال مواقع وزارة الصناعة. فالمستثمر يجي ما راح نحمله بالاعداد كبيرة. المستثمر يطلب للمعمل اللي يريد يستثمره الاعداد المناسبة اللي يقدر يشغلهم، فالدولة والصناعة تنطي له اعداد فقط اللي هذا ويشتغل بهم. هذا جزء من الدعم. راح اسمع بعد اتصال حسن السماوي المواقع اللي احيلت للاستثمار التابعة لوزارة الصناعة، اي مواقع وجدت؟ حسن السماوي حياك الله عين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك خالد؟ والله بركة، اذا انت زين انا زين. بعيدا عن المصانع بس انا على مود على عندنا ناحية يسمونها ناحية السوير. السوير؟ اي ناحية السوير على المنسية، يسمونها المنسية، ناحية المنسية. زين. لا يعني بينها من نظام البعيد. كان فيها مي، يعني مي وصلها مي إسالة، هسه ماكو. صار 13 سنة ما جاها مي. ايش قلت؟ مي إسالة. أقول لك من هذا قبل النظام كان أقوى مي. زين. مي حلو. زين. إسالة هسه ماكو. ايش قلت صار لكم؟ بلك توصلنا صوت المسؤولين. ايش قلت صار لكم بدون مي حسن؟ إسالة ماكو، يعني قاعد يشتروا مي، نشتري مي مال التقسيط كذا نشتري. ايش قلت صار لكم على هاي الحالة؟ ايش قلت صار لكم بهاي الحالة؟ هاي قلت لك من ورا السقوط، يعني من سقط قبل لا يسقط النظام موجود اكو كان اكو. لا من ورا السقوط ماكو، من ورا السقوط يعني من 2003 انتم تشترون المي؟ اي من 2003 لحد الان إسالة ماكو ناحية السوير، اتمنى على قناة المدى تجي وتصور وتشوف الحالة المسعوية لهاي المنطقة. زين. والله العظيم انا اتصال على مود هذا. الله يسلمك، انا اشكر تواصلك طبعا وتفاعلك السريع. انا اشكر تواصلك وتفاعلك طبعا مع القناه، وانا بعد البرنامج اطمنك راح اتصل بمراسلنا قناه المدى ودائما اتابع القناه. الله يسلمك، انا راح اتصل بعد البرنامج بمراسلنا زميلنا في السماوه ونوجه للتفرغ على الاقل لعمل او يسلط الضوء على ناحيه السوير ومعاناتها جراء والله القطاع. والله لازم نصور ونشوفون الحاله مالتهم. والله ان شاء الله ان شاء الله يا حسن، انا اشكر تفاعلك. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك. سالتك قبل قليل استاذ محمد عن المواقع اللي احيلت للاستثمار، عندنا مواقع تابعه للصناعه تم احالته لو بعد الى الان ما قبل؟ لا عندنا بحدود 21 معمل محال الى الاستثمار، خصوصا معامل السمنت. زين. ومن عام 2014 ل 2013 نعم كانت يعني البصرة، السماوة، النجف حيلت للاستثمار والمستثمر ده يشتغل بها. كانت قبلها معمل سمنت كبيسة والقائم، لكن راحت ضمن المناطق. شنتج أي عنوان؟ السمنت العراقي. سمنت العراقي؟ نعم سمنت العراقي. بس هو يدير العملية من ناحية إدارة وتمويل، وبالتالي يبيع وينطي رواتب الموظفين وينطي أيضا فائض للشركة من الأرباح اللي عنده فائض عند أرباح. نعم نعم، الشركة لها مبلغ لأغراض التطوير، فقد تصل إلى 12 أو 14% من المبيعات اللي يبيعها ترجع إلى الدولة، غير الرواتب وغير الحوافز وغير هذا القطاع واعد. طبعا السمنت العراقي معروف بالمواصفة. زين. يعني عد العراقيين كلهم أنه عالي المواصفة، ويعني معروف حتى على النطاق العربي. فكذلك احنا يعني نريد القطاعات الاخرى غير السمنت، قطاعات الغذائيه مثلا. يعني لما تستثمر معامل السكر زين، راح تقام مزارع للسكر لقصب السكر، وبالتالي راح تشغل اعداد كبيره من الفلاحين وغير الفلاحين، وبالتالي ممكن انه هاي المزارع تنتج ايضا المصادر الزيوت النباتيه اللي هي عباد الشمس والى اخره والذره وغيرها، وهاي ايضا ممكن ان تقام مساحات زراعيه كبيره وتقام صناعات زيتيه. هاي ممكن ان تقام شوكه تقامه. هذا دريد المستثمرين، دريد القطاع الخاص، لا نريد نعتمد على الدوله. الدوله حاليا وضعها الاقتصادي والمالي شحيح جدا. زين. فما بتصرف على هذا الجانب، واذا تبقى الصناعه مالتنا معتمده على الدوله في موضوع الصرف تموت الصناعه مالتنا. لذلك تنشيطها وتنشيط الاقتصاد من خلال دخول القطاع الخاص. ويانا عادل من السماوه. عادل حياك الله عيني. اليوم كلهم سماوة. سماوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سامي؟ والله بركة، إذا أنت زين أنا زين. الحمد لله شكرا. عندنا بس استفسار على شركة تمويل ذاتي. إي السيد أستاذ محمد وياك. شركة العادل شكل الحديد. إي نقل.
النقل يعني؟ أي. يعني مو صناعة النقل. حاليًا على التقاعد يوم 20/6 سوينا الفكاك، مو على التقاعد سوينا الفكاك يوم 20/6 زين. على أساس حالة على التقاعد. إيه. التقاعد ربط هاي شغلة بعد عمركم بعد ما وصل 50 سنة. قسم من عندنا راجعوا الوزارة رجعوها مداومة. حسب أمر إدارة موجود ورقم موجود رجعوها مباشرة مداومة، وبقينا احنا قسم من عندنا حد ما نعرف شنو مصير. إيش كم واحد أنتو؟ كم واحد؟ إيش كم إيش تعرف عدد أصدقائك اللي؟ تقريبا 72 واحد يعني بالشركة. يا شركة بالضبط، اعطيني اسم الشركة. شركة العامل سكك الحديد. الشركة العامل سكك الحديد. لي سكك الحديد. الحديد. العلاوي. ايش وقت تم المفروض تحالون على التقاعد؟ هو سوينا انفكاك بالتاريخ 20/6. زين. حسب امر اداري 4/9/84. 20/6/2016. 2016. زين. وحسب الأمر الإداري 4/9/84. 4/9/84. من اليسار هذا الرقم مو؟ إيه من اليسار يعني. 4/9/84. 84. زين. للجماعة من عندنا علاقات وللوزارة رجعوا مباشرة. زين. حسبوا المجازب راتب. هسا أنت. أنت تعرف مصيرك ومصير الاثنين 72 وياك مو؟ ايه شلص يعني ما اعرف مصيره لحد الان. زين. يا ريت رجعون مباشر الدايركت يوصلوا لحال حضرتك. عادل اني انا الباشر هذا رقم الكتاب الاداري مالتك عندي صار والتاريخ عندي. نتصل بالسيد. الكتاب اللي يرفع بيه جماعه قسم الدايركت اياه. ايش قدر الكتاب؟ رقم الكتاب 7/9/51. 7/9/51. يوم 29/8/2016. هاي جماعتنا نفس الكتاب اللي فكونا بذولا باشرة وأسمان الزازة وبراتب كام. زين. وباشرة دائما. الباشر إن شاء الله يا عادل نتصل بالزميل صلاح تايه الناطق باسم وزارة النقل ونستفسر منه من عناوين الكتب اللي أرسلته وراح نتصل بيك. أوكي؟ زين أنا ألقى الكتب اتصل على رقمي؟ رقم الهاتف نطيل الكنترول للزملاء. ماشي. أوكي عزيزي؟ أنا أشكرك. شكرا لتفاعلك. شكرا جزيلا. ناصر من كربلاء ويانا. ناصر عزيزي. بعد ناصر؟ أوكي. ياسر من كربلاء. ياسر من كربلاء. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز بدون زحمة عليك. إيه. عندكم شغلة كمية مواد غذائية. شلون الصوت مو واضح ياسر شلون؟ اخي العزيز ما انشرت المواد الغذائية. ايش بيه؟ هاي صارت تقريبا 4 أشهر كل شيء ما موزعين. زين بهاي الحالة انا لا اشتغل لا متعين. ايه. ولا اعدد معاملتي حتى صاحب العبادة مال التربية. ايه. مال التربية. ايه. ورحت اول واحد قدمت فايرلي. الفايرلي اللي جاته تكرم بالحرارية. هاي واحدة قدمت على الحرارة ما يطلعش. زين. زين شنو السبب؟ زين. انت وين في كربلاء؟ احنا حاليا ما متعشرين بس ما عندي لا تعيين عندي وعندي 4 جهال. زين هاي الحالة شلون يا اخوي؟ انت وين في كربلاء؟ انا بالحسينية. منطقة الحسينية. زين بيا زقاق بيا منطقة؟ انا الحسينية الجرية. الجرية؟ الحسينية محافظة كربلاء الحسينية الجارية. الجارية. وقاعد بيت أجار. زين أسألك بالله أسألكم بالحسين. زين بهاي الحالة شلون يا أخوي العزيز؟ زين. أوكي. ياسر خليه رقم جنابك بالكنترول في دور. أوكي يعني؟ شوفوا لي أي شيء وين ما هاي ما يخالف خلينا رقم تلفونك أكون تواصل ويا مجلس المحافظة في كربلاء. أوكي عيني؟ الله يسلمك. تسلم ياسر شكرا جزيلا. الله يسلمك. معاناة كبيرة للناس يعني. الله يعينهم. مشكلة يعني حقيقة بالنهاية. والصناعة تعاني والنقل تعاني المواطن يعاني حقيقة حتى
خلينا نتناول قضية كنا نتحدث عن الجوانب المتعلقة بالاستثمار. شنو الضامن بأنه المستثمر ممكن أن يلتزم بتوظيف العاملين في وزارة الصناعة وعدم تسريحهم في المستقبل؟ أكو رقابة؟ أكو تعهد يوقع لي؟ لا، هو المستثمر يدخل من خلال عقد يوقع مع الوزارة مع الشركة. زين. والوزارة والعقد محدد بفترة زمنية وفق القانون 22 قانون الشركات 22 سنة 1997، وهناك محددات. يعني موضوع التسريح ما تسريح معاملين ما له يعني هذا صلاحية في هذا الجانب، ولا هناك صلاحية لإدخال عاملين جدد على الشركة للمستثمر. لا، يعني هذا محدد باعتبار أنه الأعداد اللي موجودة هذا محدد هذا من قبلكم؟ هذا نعم، هذا بالنسبة للتعاقدات القديمة بالنسبة للاستثمار مع عامل السمنت. زين. فعلى الأعداد اللي موجودة تقبلها وبدأ يشتغل العامل. من ينتقل إلى الاستثمار هذا يبقى موظف؟ لا لا، هو يبقى موظف، يبقى موظف ويعمل وينتج، راتبه يأخذ راتبه ويأخذ، قد يكون حوافز أيضا تجي من خلال التشغيل. يستمر إلى أن تنتهي فترته، إما يجدد عقد الاستثمار أو يطور أو إلى آخره من الاستثمار، بس هو العامل موظف، لا يزال موظف، يعني ما متحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص. زين. الموظف إذا يريد يتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص، تبقى الدولة تعطي نص راتب حتى يبقى مستمر مع يعني ما يفقد الامتياز. طيب. إلى أن يتحول بالكامل ويستقر عند القطاع الخاص، وهذا تشجيع موجود للموظفين الدولة. صناعة الزيوت. صناعة الزيوت هي عندنا الشركة العامة للمنتجات الغذائية، واحدة من عندها الزيوت النباتية، عندها معامل تحاول تطور معاملها وتنشئ خطوط جديدة، لكن بالفترة الأخيرة توقف التمويل على هذا الجانب. أعلنت المعامل والخطوط للاستثمار أو المشاركة، وجاهزة هي أن إذا يجي مستثمر مشارك ممكن أن يكمل الخطوط الإنتاجية ويبدأ ينتج. وهم دا ينتجون حاليا بس عداء كميات قليلة ما تغطي احتياج البلد. فلو يعني يقيم القطاع الخاص معامل ضعف اللي موجودة أيضا ما يغطي احتياج القطاع العام، يعني احتياج زي البطاقة التموينية. ليش ما تجهزوها؟ هي واحدة من مفردات البطاقة التموينية، فده نسعى لها. موضوع السكر هو حقيقة مؤسف أنه هاي الفترة مضت وما تنتعشت الصناعة. ليش ما تعاقدت معاكم البطاقة التموينية منذ عام 2005؟ خلينا نقول والله هذا السؤال يمكن يوجه إلى وزارة التجارة. لا، أنتوا أكثر من وزارة الصناعة. أنتوا أيضا وضع هي تطرح أمامكم مبررات أكيد، يعني تسألوها تعتمون عليها. نعم، يعني شو رأيهم؟ من عدها أنه سعر المادة اللي تنتج الصناعة عالي بسبب كلف عالية وسبب الأعداد الكبيرة الموجودة، فهي واحدة من خلينا نقول الذرائع اللي تذرع بها، فيروحون إلى التجارة إلى الاستيرادات. الجودة عالية لو أقل؟ عالية، جودة عالية. المستورد؟ لا، بالعكس، العراقي مضمون بالجودة، لأنه التقييس والسيطرة النوعية ممكن أن يفحص عليه ويرفض وممكن يحيل المعمل إلى القانون إذا كان مخالف. مفردات البطاقة التموينية؟ المفردات الأخرى هي الزيوت النباتية، الصوابين وغيرها، هي موجودة ضمن منتجاته. نعم، فعلا موجودة. نعم، ضمن منتجاته. المستورد الجودة ما تأدى من جودتكم؟ يعني حسب مصادر، يعني حسب إذا تروح للسوق الأسواق يقول لك كل شيء بسعره رخيص، سعره يعني اكيد مواصفته ضعيفه. زين. اللي سعره عالي اكيد مواصفته عاليه، فتعتمد على يعني قابليات الناس للشراء، مستوى المعاش للناس وشرائهم للماده. بس احنا ليش ما ننشط هذا الجانب؟ ليش ما نقيم صناعات بدل ما نروح للاستيراد؟ هاي واحده المفترض من السياسات الصناعيه اللي يفترض تكون موجوده. الرفض باعتقادكم فني؟ رفض المنتج؟ ايه؟ اللي يجي رفض منتجاتكم من قبل بطاقه تموينيه نتحدث، من قبل لا مو فني. لا، قدم سعر ما يقبلون السعر مالته. هسه ما اسوق عقود. هذا مقنع التقييم. هسه حاليا بالنسبه للزيوت النباتيه تجهز، بس ما تغطي احتياج البطاقه التموينيه. تجهز البطاقه؟ نعم، اكو تجهيز. وين الزيوت النباتيه تجهز بس كميات قليله. اي، وين يروح هذا؟ تتوزع وزاره التجاره، توزع على نطاق محدود، يعني مو كل النطاق العراق كله يعني. بس الكميه اللي تجهز قليله كلش مقارنه باحتياج العراق من مفردات البطاقة التموينية. هسه في ظل هاي الأزمة المالية البطاقة التموينية تعاني أكيد من نشحة الأموال. ما يروحون إلى الاستيراد. ليش؟ السكر وإلى استيراد الرز وإلى استيراد مقتنعين بهذه المبررات أنتم في الوزارة؟ هذا واقع حال. لا، ما تكلمت. بس إحنا يفترض أن نروح إلى الأحسن، نروح إلى توسيع الصناعة، توسيع الطاقات الإنتاجية. نعم، لكن اعتماد على الدولة لا.
لأن الدولة وقفت موضوع التمويل بسبب الأزمة الحالية. لا أمل في الأفق القريب يعني بعد؟ لا لا، الأمل الكبير إذا اعتمدت سياسات زين صحيحة لجذب المستثمرين. طيب وإحنا نريد المستثمر أو نريد القطاع الخاص يجي يقول لنا شنو اللي يريده من الصناعة، شنو اللي يريده من 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 ضمانات، شنو اللي يريد من تسهيلات زين، حتى نخليه يدخل. إحنا سعينا نريد نشجعه أن يدخل. سابقا كان يقال أنه إحنا طاردين للاستثمار، إحنا نريد نصير جاذبين للاستثمار، فنريد يجينا صاحب المصلحة القطاع الخاص يحط لنا اللي يحتاجه ونتعاون وياه. احنا نريده بالعكس، احنا ذا نبدي يدنا هسه ونريده ان يقيم صناعه، يرجع صناعتنا العراقيه الى وضعها القديم. استعمار لا تزال ادويه معروفه اي اكيد، واحنا نريد ننشط هذا الجوانب وكل جوانب الصناعه. ما ادري لا زالت تعمل وتنتج لا زال جهز، بس هل تغطي احتياجات الصحه؟ لا. الاستاذ المهندس محمد علي مدير عام التخطيط في وزاره الصناعه، انتهى الوقت حقيقه، والحوار كان ممتع معك. شكرا جزيلا لحضورك ومشاركتك في ملف ناس والحكومة وإجابتك وتفاعلك مع المشاهدين والمستمعين. شكرا لكم، والله يعينهم ويعين الجميع. الله يسلمك. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والتواصل. تقبلوا تحياتي أنا في الإعداد والتقديم حامل السيد، وتحيات فريق العمل. ملتقانا غدا بإذن الله تعالى، إن بقينا بقية الحياة. في أمان الله.